السلام عليكم عزيزي المشاهد. اليوم حنسوي لكم في الحلقة شلون واحد يرسم قلادة على شكل ذهب عن طريق الأونشوب 3 ديزاين ويصمم المجوهرات اللي هو عاجبه. هذا جزء يعني مبسط من مثال، فنحاول احنا نرسم فد واحد مثله او مشابه له او بطريقة اخرى، المهم تتعلمون الطريقة. خليكم وياي خطوة خطوة. سميه ذهن. انتظر ثواني. سكتش. سماكة الزنجير حنخليه 1 مليمتر. اوكي. سكتش مرة أخرى وناخذ سبلاين. تسوون بهاي الحركات على لا تعيين بس حتى تعرفون شلون تشتغلون على البروجرام. ورا ما خلصنا نقول اوكي، روح على سويب، تضغطون على الدائرة وبعدين على المقطع، فصار عندكم هذا الزنجيل. هسه اريد نسوي قلادة، يعني فشي يتعلق بي. سكتش اي مكان اريد نسوي قلادة بي، مثلا هنا مثلا، يعني او هنا مثلا. خلنا ناخذ هذا الجزء و هذا الجزء ونحط له فد مسافة معينة، نقول 60، اقل 58 مثلا، 57. نعم نحط له هذا 4 ونحط لينيا ولا عفوا، فناخذ مثلا المقص، نقطع الأشياء الزائدة. أنا بس حتى أختصر الوقت قبل ما يوقف عندي البروجرام. ونقول أوكو. خليه 2 مليمتر. ونحطه على سيمتري. إن شاء الله عجبكم هذا البروجرام. وهنا إذا واحد يريد يسوي له لون معين أصفر. أوكي، إن شاء الله عجبكم هذا البروجرام، وانتظرونا بحلقة قادمة إن شاء الله. كيف تصنع بنفسك؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.